السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم يا حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الميزان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج الميزان هيكون عندك انفراجات حلوه وعندك تبشرات حلوه وعندك طاقه طال انتظارها لحياتك. كل اللي مطلوب منك ان انت تنزل باللايك الحلو وبالتعليق الجميل. اقول ورايا الدعاء ده يا برج الميزان: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقله حيلتي. ونشوف مع بعض قراءتك فيها ايه. وان شاء الله باذن الله قراءتنا تكون مبشره. بسم الله. طيب بصوا بقى، اول حاجه انتوا عندكم نقطه من بدايه السطر. الفتره دي في شويه كركبه، في شويه تفكير، في شويه مجهود عمالين تبذلوه في حاجات ملهاش اي 30 لازمه في حياتكم. انتوا حاليا مش عارفين تعملوا ايه، في حيره، في خوف، في قلق، وشكم بدا يدبل. باذن الله ربنا هيحلكم الكرب اللي انتوا بتمروا بيه، لان الكرب اللي انتوا فيه حاليا صعب جدا. فالايام اللي جايه فيها تفاؤل، لان انتوا دايما متفائلين ودايما في طاقات ايجابيه بتاخدوها من نفسكم، بتشتغلوا وبتعافروا ممكن بعض منكم بيشتغل اكتر من شغلان، البعض منكم بيعمل اكتر من حاجه. بالفعل في نجاح وفي طاقات ايجابيه بفضل ربنا. كمان انتوا اصبحتوا اقوى من الاول، اصبحتوا ماشيين في طريق غير الناس، او عندكم طاقة غير الناس، في حاجة مختلفة بتعملوها. بس انتوا عليكم عين الفترة دي من ناس كتيرة جدا، او عليكم حسد شديد. الحسد الشديد ده من المقربين لقلبكم او من الناس العزيزة عليكم. خدوا بالكم من نفسكم لان هيكون في تقدم وفي خير. طيب الفترة دي انتوا عندكم في حالة كسل، في حالة خوف، في حالة ارهاق، في حالة تعب نفسي. انتوا عندكم دمعة قريبة على خدكم، عندكم دمعة تعباكم، دمعة ازياكم، الله اعلم. لكن حرفيا في شوية مجهود انتوا بتعملوه. في حد بيشيلكم الهم دايما، حد حاططكم في باله، حد بيحاول بقدر المستطاع يخنقكم. انتوا ممكن تكونوا شايلين هم كبير، متضايقين، مخنوقين، تعبانين نفسيا، شايلين هموم حد، الله اعلم. كمان انتوا مش عارفين تعملوا ايه في الموضوع اللي محيركم، في الموضوع اللي مضايقكم، في الموضوع اللي قاصر بخاطركم. انتوا حاليا في شويه كركبه ومش عارفين تاخدوا القرار الصح. بتفكروا، بتحاولوا ان انتوا تمشوا بما يرضي الله، بتحاولوا ان انتوا تعملوا حاجات جديده، لكن الهدف بتاعكم واقف، وده بسبب العراقيل الموجوده في حياتكم. هتوصلوا الحل او هتوصلوا لموضوع، هتوصلوا لطريق، الله اعلم. انتوا يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم الفتره اللي جايه. انتوا في تقدم بس عندكم شويه اشخاص بيحرقوا في دمكم. دايما اقول لكم خدوا بالكم من الابراج الناريه، يعني لاما انتم ما بين الابراج الناريه مشاكل، في شويه عراقيل، في شويه مواجهات، في شويه تعب، في شويه خوف، الله اعلم. انتوا عندكم الفتره اللي جايه خير، والخير ده هيكون حلو جدا جدا جدا، لان هيكون مليان بالتقدم. انتوا دايما بشكم بشوش، او بشكم صالح، او بشكم وشكم جميل، يعني كده بتلاقوا وشكم حلو، في ضحكه، في كلام، في طاقه، الله اعلم. لكن التقدم باذن الله اللي هيكون عندكم هيكون في قمه الخير على جميع الاصعد بتاعتكم. طيب ناحيه العمل، ناحيه الحياه عامه، انتوا بتفكروا صح جدا، بتاخدوا تدوا مع الشريك. الايام اللي فاتت كنتوا مخنوقين، كنتوا متضايقين، كنتوا حاسين بضغوط جامده عليكم، لكن بفضل ربنا هتطلعوا من الضغوط دي وهيبقى في تحسن حلو جدا، لان انتوا عندكم راحه من بعد تعب وخذلان وطاقه مأثره عليكم. انتوا مريتوا بشويه تحديات، بشويه مغامرات بينكم وبين حد،
بينكم وما بين الشريك، معرفتوش تاخدوا حقكم، في عراقيل وقفت في طريقكم الله اعلم. لكن انتوا بتعيشوا الفترة دي فترة مغامرة، او بتعيشوا فترة تحدي جديدة على حياتكم، فياريت تخلوا بالكم وبلاش تستقدم، يعني تخلوا العين دي يسيطر عليكم، العين دي مؤثر عليكم بكل الطرق. انتوا عندكم رجوع لحاجة اتخذت منكم او عن حق ضايع منكم الله اعلم، لان انتوا باذن الله باذن الله قدامكم كام خطوة وهيبقى في طريق حلو جدا على جميع الاوضاع بتاعتكم. كمان انتوا الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا زعلانين وعندكم حالة وفاء او عندكم حالة مأثرة عليكم، فان شاء الله باذن الله دايما انتوا بتقولوا على قد ما دات على قد ما فرجت، فطول ما انتوا هاديين ومتأكدين ان ربنا هيكرمكم بالفعل هيكون في بشر خير وفي طاقة ايجابية. طيب انتوا في اتنين حيرانين ما بينهم، او في ستتين كذابين، او في شخصين منافقين، في اتنين فيهم كذب او فيهم خيانة، رغم ان انتوا الفترة اللي جاية هتكون احسن ليكم، بس العند بيرجعكم لورا ما بيطلعكمش لقدام، العند بيخليكم تخسروا حاجات كتيرة جدا في حياتكم. انتوا يعني بتحاولوا الفترة دي ما تعيشوش تحدي، بتحاولوا الفترة دي تهدوا اعصابكم، بتحاولوا الفترة دي ان انتوا تبعدوا تمشوا، ما تتكلموش ما تعملوش، بتحاولوا بتعملوا حاجات جديدة الفترة دي، لان بتقولوا انا ليه رب كريم، وطول ما ليه رب اكيد ربنا هيحميني وهيبعد عني كل المشاكل والعراقيل. انتوا في حد بيحارب عشانكم، او في حد بيحبكم جدا من كل قلبه، بس في بلوكات، في اهل رافضين، في مشاكل تخص له، لكن في حب شديد جدا، بس حكم الشديد على القوي، مفيش سيطرة على الحياة. انتوا هتكونوا الفترة اللي جاية نجمة، والنجمة دي هتكون منورة في سمعكم، لان من خلال النجمة دي هتكون في بشرة، هتكون في طاقة، هتكون في فرج، هتكون في انطلاق الله اعلم. انتوا باذن الله باذن الله الفترة اللي جاية هيبقى لصالحكم انتوا خير، والخير ده ممكن يكون دخول محكمة او ممكن يكون رزق على جميع الاوضاع بتاعتكم. ربنا هيكون معاكم قوي الفترة اللي جاية، لان هيكون في حماية من عند ربنا سبحان الله وتعالى. ما تستسلموش ابدا، يعني ما تستسلموش لوجعكم، ما تستسلموش ابدا للحياة اللي انتوا فيها. انتوا بتعيشوا مغامرات كتيرة جدا الفترة دي، في حد كنتوا كويسين معاه جدا، ولما عستوه او لما حبيتوا تطلبوا منه حاجة طبعا رفض، او طبعا مهتمش، او طبعا ما توقعتوش ابدا ان تطلع منه الموضوع ده، او يطلع منه اللي الطاقة دي. انتوا بتقصدوا ناس كتيرة جدا في حاجاتهم وبتلاقوش ردة الفعل. حاولوا على قد ما تقدروا الفترة دي ما تعتمدوش على حد او تستنوا اي حاجة من حد، وده بالفعل اللي انتوا ماشيين بيه، لان بتقولوا مفيش حد هيقف معانا اكتر من ربنا. في حالة الخزلان اللي انتوا فيها اي نعم شوية توتر، لكن الحياة العاطفية هيبقى فيها تحسن، ممكن يكون الحياة العاطفية كان فيها شد اليومين اللي فاتوا، كان فيها تغيير، كان فيها طاقة، كان فيها شوية تعب، لكن الوضع العاطفي هيتحسن بشكل كبير جدا. حاولوا بقدر المستطاع الفترة دي تخلوا بالكم من نفسكم، لان الفترة اللي جاية هيبقى في تقدم. انتوا حاليا في ضغطات، في ضغط، في حالة نفسية مأثرة، في توقعات ما وجعاكم، في خوف، في قلق، في حيرة، في شوية ضغوط نفسية، لكن بفضل ربنا في تقدم حلو جدا. طيب انتوا الدنيا معاكم اليومين دول بتقولوا مش واقفة، بتقولوا مضايقانة، بتقولوا تعبانة، بتقولوا الدنيا مش مديانة حقنا الله اعلم. فحاليا حرفيا حرفيا الفترة دي التقدم اللي انتوا هتكونوا فيها هيكون بشكل كبير جدا ايجابي، وبشكل كبير جدا فرج. انتوا بتحبوا جدا تقروا قرآن، بتحبوا جدا تقربوا من ربنا، بتحبوا جدا تصلي وتشكوا همكم لربكم. انتوا حرفيا بتحبوا العزلة، حرفيا عايشين لوحدكم. البعض منكم بيحب البحر، البعض منكم بيحب يقعد على البحر،
لكن انتوا محصورين والحسرة بتاعتكم محوطاكم بالضيق والخنقة، وعشان كده دايما اقول انتوا بتمروا بضيق، بتمروا بخنقة، بتمروا بطاقة سلبية بتأثر على الضغوط بتاعتكم، وده بيخليكم دايما فرحتكم ما بتكملش، وبيخلي دايما عندكم تراجع في اكتر من حاجة. يعني انا عايزاكم الفترة اللي جاية تحصنوا بيتكم، تحصين النفس لازم، امسحوا البيت بمية وملح، لان الحسد اكل حياتكم بشكل كبير جدا، والحسد بيخلي الضغوط عليكم تزيد، وعشان كده انتوا مش مرتاحين حاليا في ارض الشغل، الشغل حاسين انه في حاجة مش لطيفة. عندكم طريق والطريق ده مفتوح، الطريق ده حلو جدا جدا جدا، هيبقى هيطلعكم لبر الامان انتوا ماشيين فيه، او الطريق ده هتبقى طريق ورث ليكم، طريق حق ليكم، طريق تغيير ليكم. انا عايزاكم الفترة اللي جاية ما تسمعوش لاي حد، وتركزوا الفترة دي في طريقكم، وتشتغلوا على نفسكم، لان انتوا فاكرين ان في ناس بتحبكم، والعكس غلط، انتوا من جوه قلبكم نضاف جدا، بتحبوا الخير، لكن مش كل الناس بتحب لكم الخير. البعض منكم زعلان لان حاسين ان الدنيا مش مدياكم حقكم، حاسين ان الدنيا واقفه، حاسين ان انتوا مش عارفين تاخدوا حقكم من الناس اللي حواليكم، وعشان كده انتوا حاطين ايدكم على خدكم وساكتين. لكن خلال 5 ايام، 5 اسابيع، 5 ساعات، في امر هيتحسن عندكم، في حد تعبان، والحد اللي تعبان ده مقرب ليكم، او حد من حياتكم، حد يعني شخص كده ليكم انتوا، الله اعلم. انتوا الفترة دي حرفيا الفترة دي تبارك الله عليكم، في ايام جميلة عندكم، وفي خبر حلو هتسمعوه، هتسمعوا الخبر الحلو ده من حد من الحياة العاطفية، هيبقى في رجوع عندكم، في اسمة كبيرة جدا للرجوع مفتوحة، في اسمة كبيرة جدا مفتوحة عندكم بشكل كبير او بشكل ايجابي، الحياة قدامكم هتبدأ تتحسن، وهتبدأ تلعب دور كبير جدا، في اتفاق عندكم حلو، في تغيير عندكم حلو، او في بشرة سارة بتغيير جذري. انتوا ماشيين في سبيل الله حرفيا، انتوا عندكم حمل، او عندكم الحياة، يبقى هي المسؤولية هتزيد، ممكن يكون في خبر حمل، او في لم شمل الاطفال. انتوا الفترة اللي جاية هتسمعوا اسماع خير، او هتسمعوا امور متجددة لحياتكم، في حد عندكم حرفيا، يعني الشخص اللي عندكم الحرفيا ده عايز يهدكم، دايما بيستلف منكم فلوس، دايما مش عايز يوقفكم على رجلكم، دايما حاطط في باله ان هو ياخد منكم، فياريت تاخدوا بالكم منه، انتوا ادرى بمصلحتكم، مفيش حد ادرى بيكم، لا انتوا اللي ادرى بمصلحتكم، فخدوا بالكم من نفسكم وهدوا اعصابكم، حاولوا الفترة دي تاخدوا بالكم من نفسكم، لان باذن الله باذن الله الايام هتبدأ واحدة واحدة تتحسب بالطريق الايجابي. كمان انتوا هنا يعني عايزة اقول لكم ان انتوا يعني ممكن تكونوا عايزين تصالحوا حد بس مش عارفين تتكلموا، يعني في حد عنده مشكلة في ارض بيتكم، لا اما اخت لا اما ام، في حد عنده عامل مشكلة، وانتوا عايزين تحلوا المشكلة، لكن الامر خارج عن سيطرتكم، وعايزين تاخدوا الحق، ما بتسيبوش حقكم ابدا ابدا، حرفيا انتوا ما بتسيبوش حقكم ابدا، حقكم بالنسبة لكم هو سر الحياة، تسيبوا حقكم، بتقولوا احنا ما نسيبش حقنا ولا حق اخواتنا ولا حق اي حد من اهلنا غير لما نموت، لان بالنسبة لكم سيبان الحق ده في حد ذاته ليكم عذاب. فانتوا عندكم الفترة اللي جاية رد اعتبار، ورد الاعتبار ده هيكون حلو جدا، لانه هيحسن
أموركم بشكل إيجابي، فبلاش إن أنتوا تفضلوا تتعبوا في نفسكم. أنتوا خلال في أيام معدودة هيكون في فرحة في أرض البيت وفي تغيير، بس عايزة أقول لكم إن أنتوا هتسمعوا خبر عن حد هيزعلكم شوية، وخدوا بالكم إن في حد في الشغل بيحسدكم ومستكتر عليكم النعمة ومش عايزكم تقفوا على رجلكم أبدا. الحد ده كان بينكم وما بين بعض شد في مرة أو طاقة في مرة وبدأ يحطكم في دماغه، وانتوا حاليا بتتعاملوا معاه عادي، لكن هو مش لطيف خالص. فانتوا عندكم طاقة شفاء بإذن الله. الشفاء ده لحد مريض، لحد تعبان، لحد مهموم، لحد موجوع، الله أعلم. فالتقدم اللي عندكم بإذن الله هيخلي الأوجاع اللي انتوا بتمروا بيها حرفيا هتختفي، لأن طول ما في أوجاع وطول ما في ألم انتوا بتتأثروا جدا باللي حواليكم. فانتوا عندكم عملية الفترة دي هتعملوها، أو عندكم طاقة جديدة. انتوا حاسين ان الحظ واقف، يعني انتوا بتحسوا ان الحظ مختلف جدا معاكم، في حاجات كتيرة منعكسة، في حاجات كتيرة جدا مضايقاكم، فحرفيا الحظ معاكم واقف. واقف ليه؟ لان انتوا دايما بتشيلوا نفسكم غلطات. عندكم تأنيب الضمير بطريقة كبيرة، بتأنبوا ضميركم على كل حاجة حتى لو ملكمش اي ذنب فيها. فانتوا محتارين الايام دي حرفيا من كتر التعب النفسي مش ملاحقين على نفسكم، تخرجوا من صدمة، تخشوا في اكتئاب، في حاجات كده موتراكم خالص، لكن بفضل ربنا ان شاء الله بإذن الله الفترة دي هتعدي. الفترة دي تعباكم، الفترة دي واخدة من الطاقة بتاعتكم، لكن انتم ما تعرفوش الفترة دي داخلين على ايه. كمان البعض منكم عنده زيارة لدكتور، زيارة لطبيب، وفي نفس الوقت هيكون في فرحة لخطوبة او زواج، او لاما هتحضروا لاما هيبقى في خطوبة، في زواج، في ارتباط، في حاجات حلوة هتفعلوها الفترة اللي جاية. هيبقى في تفاهم مع الشخص الصح. انتوا رميتوا حاجات كتيرة جدا من ورا ظهركم وقلتوا خلاص احنا مبقيناش نبص عليها. دمكم حامي جدا جدا، فانتوا الفترة اللي جاية هتبدأوا تساوي علاقات مع ابراج نارية، لان الابراج النارية انتوا هما ساعات بتتفقوا ساعات ما بتتفقوش، ساعات بتكونوا عايزين حاجة وساعات ما بتعرفوش تتعاملوا مع بعض، بتشدوا على طول، التأثير على طول، تعب على طول من الابراج النارية. في حد فيكم فاهم الحياة غلط ودايما بيضغط على الطرف التاني، فطول ما الاعصاب بتاعتكم هادية طول ما انتوا الايام اللي جاية هتتحسن، وزي ما قلت هتلعب دور كبير جدا في حياتكم، لان الفترة اللي جاية هتبقى فترتكم انتوا. خطوة جديدة او بر امان جديد او اتعرف على حد جديد، حد مش من المحيط بتاعكم. الحد ده هيبقى هيتكلم معاكم، هيفتح معاكم مواضيع، هيبقى في امور بينكم، في شد، في كلام، في شوية كده حاجات يعني انتوا هتتكلموا، هم في كلام كتير، هيبقى موضوع مختلف. خدوا بالكم من نفسكم، حرفيا حرفيا لازم تاخدوا بالكم من نفسكم، لان انتوا بتتعاملوا بنية صافية، والنية الصافية دي بتتقلب عليكم في الاخر. مش دايما تتعاملوا بتلقائية مع الناس اللي حواليكم، مش دايما تتعاملوا بمحبة مع الناس اللي حواليكم، مش دايما تحاولوا ان انتوا تبينوا ان انتوا مش قصدكم وتحاولوا تثبتوا ان انتوا بتتعاملوا لا، اللي انتوا بتعملوه ده غلط. انتوا معروفين عنكم ان انتوا بتسكتوا وبتستحملوا كتير وبتيجوا على نفسكم وبتفضلوا ساكتين في حاجات كتيرة جدا، لكن هل ترى انتوا هتفضلوا كده لحد امتى؟ يا هل ترى انتوا اخرة اللي انتوا بتعملوه ده ايه؟ او ناويين على ايه؟ او دنيتكم هتكون فيها ايه؟
فطول ما الاعصاب بتاعتكم هاديه طول ما ربنا هيكرمكم وهيبشركم، طول ما انتوا راضيين باللي انتوا فيه ربنا هيزيدكم. بس اكتموا وما تتكلموش عن اي حاجه تخص حياتكم، اي نعمه في حياتكم ما تتكلموش عنها نهائيا، لان انتوا لما بتتكلموا الشبكه بتصاد عليكم، وما دام الشبكه اتصادت عليكم ما دام انتوا بتحسوا بالخنقه والطاقه السلبيه وعدم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، ده بيسبب لكم وجع بطريقه كبيره، وبيسبب لكم صداع مستمر وحيره وخوف والم، والالم اللي انتوا فيه محدش يقدر يستحمله. فخدوا بالكم من نفسكم وهدوا اعصابكم، والعصبيه الزايده فيها طاقات سلبيه، والطاقات الايجابيه هتجيلكم لما تطلعوا من المكان اللي انتوا مضايقكم، او تطلعوا من الحاجه اللي تعباكم نفسيا. ما تفضلوش طول الوقت تحبطوا في نفسكم، ما تفضلوش طول الوقت تتعبوا في نفسكم، لان التعب والطاقات والوجع ده ضغطكم انتوا بكل الاشكال. فخدوا بالكم من حياتكم ومن مشاعركم ومن اموركم ومن تصرفاتكم. في واحده بتحبكم جدا، لكن الست دي كبيره في السن، معديه 50 سنه، حلوه جدا، بيضه، ملامحها جميله. الست دي تعبانه، بتعاني من ضغط، بتعاني من قولون، عندها اكتر من حاجه تعباها، كشفت اكتر من مره، مفيش اي تاثير، في شويه تعب، لكن باذن الله باذن الله في خير وفي دعم وفي فرحه وفي امر. انتوا هتطلعوا من اللي انتوا فيه، قدامكم اكتر من خطوه، اكتر من طريق، اكتر من طاقه، اكتر من فرحه هتاخدوها، هتاخدوا فيها قرارات هتحسن الدخل بتاعكم. وبمجرد ما هتحسن الدخل، بمجرد ما الامور عندكم هتتحسن، والضغط اللي مأثر على كل الاوضاع بتاعتكم هيبقى فيه شفاء عاجل باذن الله، وهيبقى الضغوط اللي عليكم هتتحاولوا ان انتوا تتخلصوا منها. فما تقلقوش خالص، لان الوضع بتاعكم هيبقى فيه تحسن على اوضاع كتيره جدا. وزي ما قلت من البدايه ان انتوا ماشيين بما يرضي الله، وما دام ماشيين بما يرضي الله هيكون في طريق ايجابي ليكم، وهيكون في اكتر من فرج او اكتر من مفتاح حياء بالنسبه لكم هيفرحكم، لان انتوا دايما ماشيين عكس ما الناس عايزه. انتوا بتمشوا بدماغكم، ما بتخلوش حد يسيطر عليكم او لا حد يفكر ان هو يتكلم عليكم. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم وتكون نالت مرادكم، ولو عجبتكم القراءه انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل، وانتظروا مني قراءات جديده اول باول.